صلى الله عليك يا شيخ. وهذا السؤال يقول: ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ وهل الصفات الفعلية تكون ذاتية؟ أنت قلت أسئلة فقهية. الصفات الذاتية يعني هي الصفات المرتبطة بذات الله تبارك وتعالى، ارتباط يعني ارتباط الصفة بالذات فلا تنفك، ما تنفك عن ذات الله عز وجل ولا طرفة عين ولا لحظة ولا في وقت من الأوقات ولا في حال من الأحوال، يعني مرتبطة ارتباطا بالذات. فكل ما يقال في ذات الله يقال في هذه الصفات الذاتية. ويكفي أنك تعرف أنه إيش ما تنفك، انفكاكها نقص عيب. الصفات الفعلية لا، مرتبطة بمشيئة الله بفعل الله، والفعل معلوم أنه يفعله متى شاء ويتركه متى شاء. فصفات مرتبطة بالذات ارتباطا كليا لا تنفك والانفكاك عيب ونقص، والصفات الفعلية مرتبطة بمشيئة الله يفعلها متى شاء ويتركها متى شاء وهي تنفك عن ذات الله. بل يقولون عدم انفكاك الصفات الفعلية هو النقص. سبحان الله، الذاتية انفكاكها عيب ونقص في حق الله، الصفات الفعلية عدم الانفكاك عيب ونقص في حق الله جل وعلا. لذلك الصفات الذاتية لا يوصف جل وعلا بضدها بحال من الأحوال، بينما الصفات الفعلية يجوز وصف الرب جل وعلا بضدها، لأنها أصلاً تنفك وتترك، فيجاز وصفه جل وعلا بأضدادها. نضرب مثالاً، ومثل ما يقولون بالمثال يتضح المقال. أحسنت، وين حفظت؟ نعم، بالمثال يتضح المقال. صفة الحياة صفة ذاتية، فهذه الصفة مرتبطة بذات الله لا تنفك. ليه؟ لأنه إذا انفك يعني الحياة انفكت عن ذات الله، معناها إيش؟ صارت الذات بدون حياة، نقص. فكما يقال في الصفة يقال في ذات الله جل وعلا: حي دائم لا يموت ولا ينام، كل ما من شأنه ضد الحياة ينفى عن الله جل وعلا. حي. تعال مثلا صفة من الصفات الفعلية، صفة الكلام. صفة الكلام إيش نقول؟ يتكلم دائما؟ لا، يتكلم متى شاء على مقتضى الحكمة. إذا الأمر يستدعي الكلام تكلم سبحانه وتعالى، وإلا بل حتى أنت العاقل الحكيم متى يتكلم؟ إذا اقتضى الحال. إذا ما اقتضى الحال إيش يعمل؟ يسكت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الله تبارك وتعالى أنه سكت. إذن الله عز وجل يوصف بأنه سكت عن أشياء، والله يوصف بأنه تكلم، والسكوت ضد الكلام، فيوصف بضدها. بينما الحياة كل أضداد الحياة تنفى عن الله، لا موت ولا نوم ولا غفوة ولا أب ولا سينة. السينة معناها الغفوة، الغفوة معناها عدم الحياة في هذه اللحظة الثانية. واضح؟
ها؟ إذا واضح بسأل. هو انتهى راح من هذا نسأل حتى نشوف واضح ولا ما هو بواضح. ها؟ طيب السمع السمع ها؟ ذاتية يقولون ذاتية في غير السمع. طيب البصر البصر ها؟ تأكدين؟ أنا ما جاوبت إلى الآن ها؟ القوة القدرة القدرة بس نجحت في الامتحان جزاكم الله خير. ها طيب المكر 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 فعلية فعلية لأنه ما تكون بصفة دائمة. أما السمع غير السمع ما يمكن لحظة من اللحظات ربنا لا يسمع. هذا معناه اللي يكفر بهاللحظة ربنا إيش ما عاد يسمع ولا يدري عنه أنه كفر ولا لا يسمع على الدوام ما تنفك ولا لحظة عن ذات الله. البصر يرى الخلائق كلها في كل وقت ويسمعهم في كل وقت ولا كيف بيحاسبهم؟ إذا شوي يسمع وشوي ما يسمع شوي يبصر وشوي ما يبصر ما في محاسبة إلا بالاعتماد على الغير. لا هو غني عن جميع خلقه. أما المكر لا بل لا يمكر إلا بمن يستحق المكر. الأصل عنده عدم المكر سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين. لذلك صفة فعلية ولا شك. نعم ولا بد من هذا القيد. لذلك هذه الصفة ما تطلق في حق الله عز وجل ما يقال الماكر. لفظة إطلاق ما تقال في حق الله إلا أن تقول يمكر بالماكرين يمكر بالذي يستحق المكر. مثل طيب المخادعة نفس الشيء يخادع ربنا جل وعلا ها المخادع ما يخادعنا أبدا ما يمكن. واضح الحمد لله. نعم إيه؟ إيه ظاهر السؤال منك أنت ها؟ وهل الصفات إيش؟ جميع الصفات الفعلية هي ذاتية باعتبار أصلها هي فعلية باعتبار أحادها أفرادها باعتبار الممارسة. أما باعتبار الأصل بمعنى القدرة والقوة على الفعل هذا لا شك يرجع إلى ماذا؟ إلى ذات الله. يعني الله عز وجل مثلاً صفة الكلام احنا نعرف أن الله عز وجل لذلك أيضاً مما يقال في الفرق بين الذاتية والفعلية أن الصفات الذاتية ما تقدر تقول أن الله عز وجل يعني اتصف بها مرة اثنين ثلاث ما تقدر تعدها ما تقدر تعدها. بينما الصفات الفعلية تقبل العد. مثلاً الله عز وجل تكلم يعني احنا نقول كم مرة نعرف وعندنا العلم بأن ربنا عز وجل تكلم كم مرة تكلم الله عز وجل مع من؟ على طول موسى رحتم قبل موسى ما في شيء آدم وقبل آدم ما في شيء
ملائكة يا شيخ. قال إني جاعل في الأرض، وقبل الملائكة يقولون مع القلم، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أول ما خلق الله القلم قال. من الذي قال؟ الله عز وجل. قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. قال مع القلم، قال مع الملائكة ولا لا؟ وبعدين أمر الملائكة أن تسجد، قال أنا راح أخلق، إلا لا ما خلق آدم. ثم كلم من؟ إبليس اللي ما سجد ولا لا؟ كلم واحد اثنين ثلاث، وبعدين كلم آدم، وبعدين ها كلم موسى. الآن تعالوا موسى، موسى رقم خمسة يا شيخ. ها وبعدين ها كلم من؟ كلم إبراهيم. عندنا دليل؟ نبي دليل، نبغى دليل. ها اي لكن هل بالوحي ولا بدون الوحي؟ ما نعرف. كلام مباشر، قول مباشر، هذه الخمس. وبعدين محمد، حرام عليكم، محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج كلمه كفاحا، يعني مباشرة. وبعد هذه ستة ولا لا؟ ها أحسنت، عبد الله بن حرام، هذه ميزة للصحابة ما ننساها. ها لما جاء طبعا جابر كان صغيرا، ومات أبوه في المعركة، وترك سبعة أظن من العيال، والآن هذول كلهم في عنق من؟ في عنق جابر. هو جابر هو أصلا صغير، فهم الدنيا كان عليه، فجاء النبي يخفف عنه، فقال له يا جابر. قال نعم. قال إن الله كلم أباك كفاحا. ما يعني يا رسول الله كلم أبدا كفاحا، يعني كلام مباشر بين الرب تبارك وتعالى وبين. فمن شدة الفرح كان يبكي جابر رضي الله تعالى عنه، أنه مفخرة عظيمة جدا أن الرب عز وجل يكلم أبي كلام مباشر كفاحا. فلذلك نعدها من المناقب ولا شك. فالشاهد هذه سبعة مواضع نقدر نعرفها، وعندنا فيها أدلة على أن الله تكلم بكلام مباشر حقيقي بحرف وصوت، هذا العد. طيب أول ما تكلم مع القلم، هل قبل القلم الله عز وجل قادر ولا ما هو قادر؟ قادر. هذه الذاتية في الصفات الفعلية. كلم موسى قبل أن يتكلم، وموسى ما تكلمه لما وصل في البقعة المباركة، وقبل هذا قادر على الكلام في كل وقت. كما الذاتية، كما الذات، القدرة موجودة في كل وقت وحين أن يتكلم، لكنه لا يتكلم إلا إذا اقتضت الحكمة. ففعليتها المباشرة الفعلية، ذاتيتها القدرة والقوة على هذا الفعل، وهذه لا شك جميع الصفات. طيب صفة الاستواء ذاتية ولا فعلية؟ الحين بيمسكون العصا من النص يقولك ذاتية فعلية، هي كلها ذاتية فعلية، بس احنا نفي التفصيل. فعلية لا شك. ليه؟ لأنك تستطيع تقول متى استوى على العرش. متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض. وبعدين عندنا الاستواء وعندنا النزول، الاستواء العلو والارتفاع، وعندنا النزول. إذن الصفة وإيش؟ وضدها. هذه ما تكون إلا في الصفات الفعلية، لا يوصف بضدها إلا في الصفات الفعلية. نعم.